اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. امبارح كنا بنتكلم عن التفاؤل، كنا بنتكلم على ان احنا نصنع بنفسنا التفاؤل، لو مش لاقيينه ندور عليه، لو ما لقيناش التفاؤل احنا اللي نصنعه، ندور على الامل لو مش لاقيينه احنا اللي نصنعه، نشوف ازاي ان احنا ممكن نحقق حلمنا اللي موجود النهارده عشان يبقى واقع بكره. كنا بنتكلم امبارح عن بركه غليون وازاي ان ممكن هيبقى في سد الفجوه كبيره في السوق المصري من الاسماك والجمبري، يعني بشكل كبير جزء ممكن يكون يعني لا باس به، وان هو بعد كده المخطط ان هو هيبقى في سد للفجوه كامله بحيث ان هو يبقى في تغطيه للسوق المصري كله، وان هو كمان ان شاء الله يكون في تصدير من ضمن المخطط، وبالتالي هيبقى في نزول وانخفاض في الاسعار، مش فقط الاسعار الاسماك ولكن في اسعار اللحوم والدواجن، وبالتالي يعني هيكون في نسبه توازن كبيره قوي في سوق كل الغلاء، وكل اللي احنا شايفينه ده باذن الله تعالى هينزل في خلال شهور قليله، ويعني هم قالوا ايام، خلينا نقول مثلا الشهر اللي جاي، كام شهر اللي جايين دول. بنشوف الخبر زي ما بنشوف الخبر السيء، وقلنا ان احنا نبحث وراه ونشوف مدى جديته ومدى صحته، ونشوف ازاي هو لو فعلا صحيح ازاي نتعامل معاه، ونشوف الاثار السلبيه ليه وازاي ان احنا نتجنبها وازاي ان احنا نعالجها. بنشوف الاخبار الجيده وبنشوف الاخبار دي هي فعلا مدى صحتها، ولو كانت جيده ان احنا نتعامل معاها ونفعلها. كل حاجه ممكن تكون كويسه في حياتنا محتاجين ان احنا نشوفها، زي ما بنشوف ده لازم نشوف ده، زي ما شفنا يعني كان عندنا مشكلة لما مصر دخلت كاس العالم وخرجت على طول، وكانت الناس كلها محبطة ومكتئبة وكذا وكذا، يعني بدأوا يبحثوا يشوفوا أسباب الخروج المبكر، ولكن كان في على الناحية التانية في بطولات حصدتها مصر وجوائز كتيرة جدا في بطولة البحر المتوسط. النهاردة احنا جايين، قلت أبدأ حلقتنا النهاردة بخبر جديد وخبر فيه امل وتفاؤل، زي ما بنشوف زي ما قلت لكم كل حاجه ممكن الناس تبقى شايفه ان فيها حاجه مش حلوه، لازم نشوف الحاجه الكويسه اللي عندنا. الخبر النهارده بيقول ايه؟ بيقول ان مصر تحصد المركز الاول عالميا في تصنيع وفي تصنيع السيارات، سيارات السباق، هي حصدت المركز الاول عالميا من حيث التصنيع والتكلفه. مين اللي عمل ومين اللي دخل المسابقه دي؟ طلبت كليه هندسه جامعة عين شمس، دخلوا المسابقة وحصدوا يعني الجوائز دي، ويعني ان هم يحصدوا وان هم يكونوا يعني يحصلوا على المركز الاول وسط جامعات عالمية، اكيد مثلا زي جامعة اكسفورد وميونخ، كل الجامعات ممكن تكون ليها اسم عريق وليها اسم يخض، لكن من ضمنهم دخلت جامعة عين شمس والطلبة بتوعنا فازوا بالمركز الاول في التصنيع. عشان كده بدأنا النهاردة حلقتنا بخبر حلو بحاجة كويسة. طب احنا يعني هنشوف ده ازاي؟ هل مثلا عربية السباق اللي هي مثلا فازوا بيها دي من حيث تصنيع ومن حيث التكلفة ممكن بعد كده يبقى عندنا عربية تصنيع سيارة مصرية بالبنزين برضو، للسيارات اللي احنا ممكن بنعاني من ارتفاع أسعارها لأن كلها وتقريبا كلها حتى مكوناتها من الخارج ويتم استيرادها؟ ايه احلامنا اللي ممكن يقدموها شبابنا دول؟ بيحلموا في ايه؟ ان هم يكون في عندنا يعني تصنيع كتير بقى في كل المجالات بتاعتنا، وخاصه ان هم بيعتمدوا على ده من خلال مركز التدريب التابع لجامعه عين شمس، اللي هو بيربط السوق، بيربط العلم وبيربط الدراسه بالسوق اللي احنا كنا بننادي بيه من زمان ومحتاجينه جدا. هنعرف كل اللي احنا قلناه دلوقتي من خلال ضيوفي اللي بيشرفوني النهارده، دكتور ماجد غنيمه مدير مركز الابتكار والتدريب بكليه الهندسه جامعه عين شمس، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا احمد مختار، مهندس بقى احمد مختار، الطالب بكليه الهندسه سنه رابعه جامعه عين شمس، واحد او مش احد اعضاء الفريق ولكن هو اللي كان مشرف على الفريق اللي هو موجود دلوقتي في انجلترا، اهلا بكم. اهلا وسهلا. مبروك طبعا الاول الحصول يعني الطلبه بتوع حضرتك على المركز الاول عالميا، ودي دايما كنا نقول نفسنا ان احنا نحصل على مراكز تكاد تكون مثلا لو حتى الثاني او الثالث نحصل على المركز الاول، فدي حاجه يعني ربنا يبارك في كل شبابنا، هم دول حلم بكره ربنا يبارك فيهم، وعايزين بقى نشوف ابتكارات تانية في حاجات كتيره احنا محتاجينها موجوده في السوق المصري. لا احنا فعلا يعني بنبارك للشباب دول، لان زي ما احنا في
في البلد بنشوف فيه تحديات كتير، لكن أنا جوه الكلية جوه الجامعة بشوف فيه يعني نقط أمل كتيرة موجودة إن شاء الله نبني عليهم وربنا يبارك فيهم في كل الحاجات اللي هم بيعملوها سو فار. يعني جميل قوي يا دكتور ان يبقى في مركز تدريب يعني جوه ابتكار وتدريب داخل الجامعه. يعني الفكره نفسها برضو لفتتني قوي، وده اللي احنا كنا من زمان بنقول عايزين نربط سوق العمل بالتعليم، يكون التعليم اللي الطالب بيدرسه، وان احنا نبقى في نستفيد من العقول بتاعت الشباب بتاعتنا اللي زي ما شاء الله دلوقتي اللي هم يعملوا ويبتكروا ويحصلوا على مركز اول عالميا، فاكيد احنا عندنا عقول كبيره ما شاء الله مبتكره. ده فعلا مظبوط. ناس كتيره وعملوا حاجات كويسه، بس احنا دلوقتي محتاجين نبص على ايه اللي هيحصل بكره. تمام. عشان كده محتاجين ان احنا نبدا نستثمر في الشباب بتوعنا اللي عندهم امكانيات مهوله، فاضل بس ان احنا نبدا نحط معاهم الجهد ونوجههم على الطريق الصح عشان نقدر ان احنا ان شاء الله ناخد مردود الكلام ده باذن الله في السنين الجايه. فعشان كده لما رجعت مصر يمكن من 7 سنين لقيت زميلي الدكتور محمد عبد العزيز، ويمكن مش معانا النهارده، بس كنا عندنا نفس وجهه النظر وبدانا نحط خطه ازاي ان احنا نبني حاجه جوه جامعتنا علشان نقدر ان احنا نربط اللي بيحصل جوه الجامعه باحتياجات سوق العمل. فبالتالي بدانا نقعد مع الشركات المختلفه عشان نبدا نشوف ازاي نبني ده. وعلى مدار السنين بدأت الدنيا يعني تنمو. بدأ بفريق سباقات عين شمس اللي هو الـ ASU Racing Team اللي بدأنا نبني حواليه الـ Innovation Hub أو مركز الابتكار والتدريب الموجود عندنا. كويس. اللي الحمد لله بعد كده انتشر بعد كده لجامعة اسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة الألمانية. العدوى الإيجابية اللي احنا محتاجينها. وده بالتفاعل الإيجابي من الإدارات اللي موجودة هناك، إزاي إن احنا كلنا بنبقى إيد واحدة وبنشترك مع بعض علشان مصلحة الطلبة دي. تمام. ففي الآخر خالص إزاي إن احنا سنة ورا سنة بدأنا نطلع أجيال من الطلبة اللي بتتخرج، اللي بدل ما كان في فجوة كبيرة ما بين سوق العمل وما بين الشركات دي، لا بدأنا دلوقتي إن احنا نحطهم على الطريق الصح، بيبدأوا يشتركوا في المسابقات، مش مسابقات صغيرة أو حاجات هايفة، لا مسابقة زي المسابقة اللي هم كسبوها اللي هي بتاعت فورمولا ستودنت. هو مسابقة هي أكبر وأصعب مسابقة هندسية موجودة على مستوى العالم، اللي هم حصدوا جايزتها النهاردة، اللي هم حصدوا جايزتها الأسبوع اللي فات. هي الأسبوع اللي فات والنتيجة ظهرت النهاردة. هو حصلت الأسبوع ده، يعني خدنا الجايزة يوم الأحد اللي فات، احنا لسه واصلين النهاردة الفجر، وبقية الفريق هيبدأ يعني يتعاقب في الوصول إن شاء الله في الأيام القليلة. كنت موجود ساعة إعلان النتيجة؟ كنت موجود أنا والدكتور محمد عبد العزيز والدكتور تاني هناك، وكنا موجودين معاهم. كان فريق كبير، هم 50 طالب. يعني وصف لي شعورك بقى وقت ما قالوا مصر يعني أو إيجيبت يعني. هو طبعا شعور جميل، شعور بنبقى قاعدين كده اهوت، يعني يا ريت الناس كلها تحسوا باذن الله من نجاح لنجاح. بس بجد الشباب ينمو للفخر. يجوز بعض الناس يجي يقولوا طب ايه لازمه ان احنا نبني عربيه سباق؟ لا، هو ده نموذج العربيه، لكن احنا قادرين ان احنا نبني عربيات موجوده، ودي حاجات موجوده بالفعل. يعني لو احنا رحنا لاسمها مطار 2 صاله مبنى ركاب 2 في مطار القاهره، العربيات الكهرباء اللي موجوده هناك ما هي جاي عن طريق الفريق بتاع هندسه عين شمس، هو اللي تم تصميمه وتنفيذه عن طريق المصانع الحربيه وموجود يعني هناك. يعني الطلبه هم اللي نفذوا الطلبه مع اعضاء هيئه التدريس والمعيدين الموجودين، هو ده فريق العمل اللي ورا كل العربيات اللي موجوده هناك. فده بيقول ان احنا بيتم اختيار الطلبه ازاي؟ بتعمل حضرتك مثلا بتعلن عن مسابقه وبيجي لك اكتر من طالب جوه الجامعه؟ احنا عندنا منظومه معينه بتبدا تمشي، ان احنا بنبدا نعد الطلبه من الاول خالص. بنشوف ايه هي الحاجات الموجوده في المناهج وايه الحاجات اللي ناقصه، وبنبدا من اول سنه موجوده في صوره الطلبه لما فازوا. بالظبط كده اهوت. ما شاء الله. يعني مجموعه كبيره من الطلبه، ودي واحنا بعد ما اخذنا الجائزه. فيعني حاجه يعني حضرتك بتقول يعني كانت المسابقه مش سهله، يعني حاجه يعني المسابقه من اصعب المسابقات الموجوده. كان في عباقره العالم بقى، مش جامعات كبيره جدا. احنا بنتكلم على ميونخ، MIT، اسمها KTH، يعني في 81 جامعه من اكبر الجامعات اللي موجوده في العالم من دول مختلفه كتير. 81 جامعه. واحنا بدانا نشترك في المسابقه ديت من تقريبا 7 سنين، وسنه ورا سنه الخبرات اللي بناخدها بنبدا ان احنا نضخها جوه الفريق،
وبنخلي الطلبه بعد كده يعني مثلا احمد مختار مثلا هو من هو كان قائد الفريق بتاع السنه اللي فاتت. انتوا بداتوا يعني خليني اسال احمد، يعني انت كنت احمد بتشرف على الفريق اللي هو موجود دلوقتي لسه هناك وان شاء الله يرجع بالسلامه خلال ايام، انت كنت بتشرف عشان انت دخلت قبل كده المسابقه ولا يعني احكي لي ودخلت ازاي والفكره كانت بدات ازاي؟ هو انا بدات كنت لسه صغير اول سنه ليا في الجامعه من سنه اولى بقى من الاول خالص بدات وانا مش عارف حاجه، بدات اشوف الدكاتره زي دكتور محمد ودكتور ماجد هما بيوجهونا لحاجات ازاي نتعلم ازاي ندور ازاي نبقى مهندسين بجد، مش مجرد ان احنا بندور على العلم اللي في الكتب وخلاص، لا احنا ازاي نطبقه. ف ومع الوقت عرفت ان في حاجه اسمها الريسنج تيم ده، بعد اول سنه ليا في الجامعه قعدت احاول اشتغل على نفسي علشان اتقبل فيها. المهم اول ما اتقبلت كان في ناس كتيره كبيره وانا كنت من اصغر الناس، اتعلمت من خبرات الناس دي كلها كل واحد اتعلمت منه بشكل مختلف تماما. وساعتها اكتسبت الخبره ازاي اصمم جزء من العربيه، هي في الاخر بنتقسم تيمز كتيره، فانا اخدت جزء من العربيه واتعلمت ازاي اصممه. تمام. اتعلمت تفاصيل المسابقه عامله ازاي، ازاي اصنع ازاي اجمع. فلما اتعلمت من الناس ديت السنه اللي بعديها كانوا اختاروني ان انا ليد التيم السنه اللي بعديها. فمن خبرات الناس دي كلها حطيتها في السنة اللي بعديها. وهم برضو كانوا بيساعدوني في حيث ان احنا ازاي نطبق اكتر وازاي نخلي التيم يجيب المركز الاعلى. فاحنا سنة ورا سنة المراكز بتعلى وبنحاول نتقدم علشان يعني انتوا بقالكوا كام سنة بتعدوا ليها علشان تحصلوا ده الفيديو بتاع السيارة صح؟ احد فيديوهات السيارة وهي في الوقت العربية بعد ما بتعدي اختبارات بتاعه الامان كده من حق العربيه تنزل على التراك، وده التراك الرسمي بتاع سيلفرستون اللي بيتعمل عليه الفورميلا ريس يعني. تمام. وونس انها بتنزل بتبدا تعمل بعض المهام المختلفه علشان يتاكدوا ان العربيه دي فعلا فانكشنال، والناس تبدا نشوف اني عربيه احسن من الثانيه، ايه اللي تقدر تمانوفر بطريقه احسن، ايه العربيه الاسرع، ايه العربيه اللي تقدر تتسارع بطريقه اكتر. دي كانت من حيث التصنيع والتكلفه كانت هي الافضل. فالمسابقه فيها اجزاء مختلفه زي حضرتك اي مصنع في الدنيا من غير ذكر اسامي المصانع المختلفه اللي بتنتج عربيات، بنبص على التصميم بتاع العربيه ازاي احول التصميم ده لارض الواقع، يبقى ازاي اصنعها، ايه هي المكن المختلفه، ايه هي خطوات الانتاج، وازاي اعمل الكلام ده باقل تكلفه موجوده عشان ازود هامش الربح. ده بقى هيتم تطبيقه ازاي؟ يعني هو زي ما حضرتك بتقول ان هو بيبقى فيه هامش ربح ويبقى فيه تصنيع بتكلفه اقل وكذا وكذا، يعني اي حد حتى من الشباب اللي ممكن بيشوفنا دلوقتي يقول طب ماشي هنستفيد منها ازاي؟ ده سؤال مهم وممتاز، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بدأنا نركز عليها جدا عندنا في أقسام كتيرة موجودة عندنا في كلية هندسة. هو مش مهم ان انا اطلع تصميم، مهم ان اطلع تصميم قابل للتطبيق، ده رقم واحد ان اعرف اصنعه. اتنين لما ينزل السوق يبقى حاجة ما يبقاش فيها أعطال كتيرة، وبالتالي بتقول ان ده منتج ريلايبل موجود نقدر نستخدمه. تلاتة لازم يبقى المنتج ده أقدر ان انا كشركة، لو انا عندي شركة أقدر ان انا أخد منه ربح، يبقى ده معناه لازم التكلفة بتاعته تبقى أقل من السعر اللي انا بعمله. فعشان كده بنبدأ نعلمه هو ازاي تختار الماتيريال المناسبة، ازاي تستخدم خطوات التصنيع المختلفة علشان أقدر ان انا أطلع عربية ليها ديورابيليتي عالية وتقدر ان هي تبقى موجودة وتستخدم من غير اعطال كتيره، وفي نفس الوقت تبقى التكلفه بتاعتها وذن البادجت اللي محطوطه. يعني فكره المشروع دي بيتم بقى يعني بيعها لشركات كبيره يعني التعامل بعد كده بيبقى ايه؟ المسابقه في حد ذاتها احنا مش بنطلع عربيات سباق بنبيعها. لا فكره المشروع ان احنا بنطلع عربيه سباق بنبدا ان احنا نتسابق مع جامعات مختلفه كتير في جوده المنتج بتاعنا. تمام.
جودة المنتج دي بيعبر عنها مين اللي عمل الكلام ده؟ ما هم الشباب الممتاز دول. تمام. هم دول اللي هيطلعوا بعد كده يشتغلوا في شركات السيارات دي. عشان كده من ضمن الرعاة للمسابقة نفسها اللي موجودة في انجلترا شركات السيارات الكبيرة، احنا بنتكلم على جاجور لاند روفر وكل العربيات سواء شركات السيارات. ما شاء الله بقى هتطلعوا شركات العالمية الكبيرة دي، يعني هتبقى يعني حاجة ما شاء الله. يعني لما تشوفي الأجيال المختلفة اللي طلعت من الريسينج تيم والاي هاب في خلال الفترات الكتيرة، ونبص على هم موجودين في شركات عاملة ازاي دلوقتي، سواء بنتكلم على تويوتا او جي ام او احنا محتاجين، يعني عفوا يعني اذا كنت قطعتك يعني قطعت حضرتك، محتاجين ان احنا نصنع هنا في مصر. صح. يعني محتاجين يكون مش هم يستفيدوا من العقول الشباب المصريه بتاعتنا في ان هم يروحوا للشركات العالميه. احنا يعني الفكره كلها اللي انا حباها في كل الموضوع ده ان انا عندي شباب وعندي عقول مبتكره تقدر. احنا ما بنصنعش، عندنا مشكله ان احنا ما بنصنعش سيارات. طب ليه ما نصنعش احنا بقى السياره دي هنا في مصر، ويكون في تبني لفكر الشباب دول وان هو فعلا يتم تصنيع من خلالهم؟ عشان نعمل حاجه زي كده احنا هيبقى في عندنا شويه خطوات كتيره او عناصر كتيره عشان تقدر تكتمل. دورنا احنا كجامعه الرساله بتاعتنا او الاوبجكتيف الاساسي ان انا ازاي اطلع كوادر قدر على التصميم والتصنيع وتسويق المنتج ده. وده اللي احنا بنحاول نعمله كجامعة، بحيث ان لما طلع الشباب دول يقدروا يخشوا جوه منظومة عشان يقدر يصنع ويسوق. تمام. فهل احنا ما عملناش الكلام ده؟ لا، حصل. وزي ما قلت لحضرتك احد الامثلة هي عبارة عن العربيات المختلفة. احنا نقدر نقول ان في مئات من السيارات الموجودة الكهربية اللي تم تصنيعها بنسبة مكون محلي اكتر من 60% حصل اوريدي، وموجودين زي ما قلت لحضرتك في منتجعات كتيره موجوده في مصر وفي مطار القاهره. هل احنا نقدر نزود الكلام ده ونبدا نعمل عربيات كهربيه تمشي جوه الشارع؟ موجوده، بس ايه بقى اللي ينقصنا؟ رقم واحد، احنا جوه الجامعه محتاجين دعم اكتر بكتير من اللي موجود. طبعا بنشكر الكليه على الجامعه على الجهد اللي هم والدعم اللي بيديهولنا، بس لسه في جاب كبيره. فمحتاجين المصانع اللي موجوده اللي هي نفسها انها تبدا تخش تبقى رعاية بقى المشروعات كده. دي ويعني يبقى في ولا ايه يا احمد؟ انت يعني بتفكر ان انت يعني انتوا كشباب بقى وقدرتوا تعملوا حاجه زي كده، يعني فكرك ايه واحلامك ايه اللي جاي؟ هو احنا دايما بنحاول نستنى اقرب فرصه واكتر فرصه ممكن نستفيد بيها ان احنا ازاي نقدر نصنع حاجه قريبه، بس احنا محتاجين زي نوع من انواع الدعم من كل الناس. يعني احنا في الاخر هل تواصلت، يعني فكرت ان انت تتواصل مع اجهزه تبع الدوله، جهات مختلفه مثلا؟ اكيد انت طبعا محتاج بوش، محتاج دفعه من مثلا من الاعلام ومن الجهات اللي ممكن نقول ان هي ممكن تدعمك، وزاره البحث العلمي وكذا وكذا. يعني انت بقى يعني هل انت بداتوا تسعوا، انتوا كشباب بداتوا طالما بتشتغلوا على ده بقالكم كام سنه، فكرتوا ان ازاي تتواصلوا مع جهات معينه؟ احنا كل شويه بنحاول نفكر ازاي مثلا حاجه زي اللي هي العربيات اللي في المطار ديت حاجات اتنفذت هي مع الوقت. احنا بندور على اقرب فرصه، احنا كدوله مثلا محتاجه ايه او ايه المشاريع اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي، ونحاول ناخد دي كأقرب فرصة لينا. بس احنا في الآخر احنا محتاجين الناس تعرفنا أكتر. يعني احنا دلوقتي مثلا العربيات ديت احنا بادئين فيها من 2011 فاحنا لحد دلوقتي 2018، فاحنا بقالنا سنين شغالين في الموضوع ده. كويس. فلما بنبدأ ناخد رانكس جديدة الناس بتبدأ تعرفنا أكتر، بنحاول نعرف نفسنا ان احنا محتاجين دعم عشان نبقى احسن، محتاجين يعني علشان يبقى في راعي ليكم، يعني رعاه ليكم طبعا. طبعا ده اكيد، يعني انت اذا كنت انت شغال على ده فانت محتاج يعني 100 ايد يعني تتكاتف معاكم علشان تقدروا فعلا تطلعوا للنور، واحنا محتاجينكم جدا. يعني احنا محتاجين الشباب اللي يعني طول عمرنا بنقول عايزين يعني نفعل البحث العلمي ويكون في اكتر عندنا يعني تفعيل لكل الشباب، وازاي دعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم علشان يبقى عندنا صناعه وعندنا اكيد التنميه والتطور كله بيجي من البحث العلمي. فيعني يعني احنا كدورنا كاعلام برنامج مصر احلى، فاحنا داعم ليكم من البدايه ان احنا بنحاول ان احنا نطلع الصور المضيئه والشباب اللي ممكن بنقول بنعول عليكم ان انتوا اللي هتحملوا رايه بكره. يعني فاحنا دورنا بنقوم بيه، وان شاء الله يا رب تكون كل الجهات الثانيه يعني تقدر تتكاتف معاكم، وقولوا احنا نقدر نعمل ايه معاكم، واحنا ان شاء الله هنكون معاكم على طول.
هو احنا طبعا بنشكركم طبعا، لان الاعلام عنصر اساسي في الموضوع. صحيح. ده ازاي ان كنتوا بتسلطوا الضوء على جهد ممتاز قاموا بيه الشباب دوت، وازاي الاسئله الهادفه اللي حضرتك قلتيها دلوقتي ايه اللي ممكن نستغله ونقدر نعمله. صحيح. نتيجه بقى احنا عملنا، عايزين بقى نتيجه. صح بالظبط كده. احنا طبعا بنشكر ان في رعاه كتير اوريدي موجودين. حضرتك قلتي اكاديميه البحث العلمي من احد الناس اللي هي بتساعدنا، ايتيدا تبع وزاره الاتصالات برضو بتساعد، كليه الهندسه وجامعه عين شمس كمؤسسات الرعايه الاساسيه من الاول خالص، وفي كمان بعض الرعاه الكتيره من القطاع الخاص. بس لما انا اجي ابص على البادجت بتاع الميزانيه اللي احنا بنصرف منها، لما انا يبقى الميزانيه بتاعتي في اللي انا قدرت اصرف منها السنه دي حاجه زي نص مليون جنيه، واحنا حاليا مصنفين رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكل ده بالميزانيه الصغيره بالامكانيات المحدوده، اروح ابص على جامعه بسم الله ما شاء الله زي ميونخ وهم جايين هناك الامكانيات اللي معاهم سنويا الميزانيه بتاعتهم 20 مليون جنيه. فاحنا بنتكلم على 40 ضعف. فبنتكلم على والله يعني ليه يعني والله ربنا يبارك فيكم، يعني انتوا في الظروف دي والامكانيات دي وان انتوا تقدروا تعملوا ده، فيعني تحيه والله وتقدير ليكم كبيره. وده يعني نداء احنا بنقوله للقطاع الخاص، للشركات اللي عايزه تنزل المجال ده، عايزين نحط ايدينا في ايديكم. علشان كده هوت احنا جوه حتى الكليه انطلقت مبادره اسمها مبادره اندماج في شهر 5 اللي فات تحت رعايه رئيس الوزراء. تمام. والهدف منها ازاي ان انا ادمج الصناعه مع الاكاديميا مع الجامعات مع الدوله. الدوله حطت استراتيجيه 2030 واحنا كجامعه بنقوم بدور والصناعه ليها دور. تمام. ازاي بقى ان انا ابدا اعمل منظومه عندي في الجامعه تتكاتف مع الصناعه. فبالتالي في عندنا اكتر من مركز ابحاث جوه الكليه شغال فيه بعض الطلبه اللي هم بنقول اللي هم طلبه الدراسات العليا شغال على ابحاث مختلفه، زي مثلا عندنا في معمل الاي ار ال اللي هو بحوث السيارات المتقدمه. يعني المفروض بقى يعني المستثمرين ورجال الاعمال يستفيدوا من ده، يعني وهيكسبوا يعني هيبقى في عندهم ارباح. استاذنك ناخد بس معانا مين معانا. صلاح من بورسعيد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. احنا طبعا بنشكر المجهود المميز دوت اللي بيسوق اولادنا في اختراعاتهم في ابتكاراتهم في ابحاثهم، وبنشد على ايد ابننا احمد، لان هو زي ما هو احمد انا عندي احمد بردك لسه متخرج من كليه هندسه وراجل له بردك يعني بمشاكل العصر دايما قابلها بافكار جديده وبحوث جديده. كويس قوي. كليات الهندسه يعني ازمه الميه، ربنا يبارك فيهم كلهم والله. عندنا ازمه ميه، كليه هندسه بورسعيد ابتدت ان هي تفكر في ازاي ان انا احل الميه بابحاث ولادنا. كذلك برضك عندنا مشكله مع البيئه، ولادنا الاستاذ احمد اللي مع حضرتك ابتدى يفكر ازاي ان هو يكون رائد او صنع، وبرضك ده ميراث اجداده. احنا عندنا كان عربيه مصر، عندنا جرار مصر، عندنا حلت افكارهم ازمات كثيره. فاحنا عايزين بنطالب ان كان مفروض مع قانون الاستثمار الجديد يكون لهم ميزه. صحيح. وتسويق لمشروعاتهم داخل وزاره الاستثمار. فاحنا بنستاذن حضراتكم او حضرتك ان موجود الاساتذه الموجوده كليات الهندسه كان مفروض ان هي تشارك في سن قانون الاستثمار من خلال ابتكارات، يبقى هنا ربطت العلم بالقانون واديله ميزه. يعني النهارده ابننا احمد لما هو اخترع عربيه النهارده في سباقات، ما انا النهارده بدل ما اكلف نفسي واشتري النهارده ايراداتنا قد ايه من السيارات النهارده احنا بنتباها، هل نتباها صنعه في مصر ولا نتباها ان عربيه تويوتا او عربيه شيفروليه او فورد او الماني مرسيدس او اخلاقه. فهنا النهارده مع الثوره اللي بنقول عليها ثوره اقتصاديه في مصر، ثوره شبابيه باولاد مصر، رجاء ان انتم لابد وضع اطر جديده تخش النهارده برلمان ويتسن قانون لابتكارات ولادنا ان هي تكون جزء اساسي في قانون الاستثمار ان شاء الله. يا رب اشكرك اشكرك. يعني اتمنى ان هو برضه صوته يصل لكل من يعني معني بالامر، واتمنى ان فعلا نشوف بقى يعني الاختراعات وكل التعب اللي انتم بتعملوه ده يرى النور، نشوف فعلا حاجه ميد ان ايجيبت، نشوف يعني إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم يعني انتم ما شاء الله. انا احب بس ارد على المتصل الكريم. احب اشكره طبعا على المداخله الممتازه ديت، واحب اقول له ان مؤخرا لسه في الشهر اللي قبل اللي فات
اتقر في مجلس الشعب قانون جديد، قانون حوافز البحث العلمي، اللي بتخلينا احنا كجامعات قبل كده كنا متكتفين مش قادرين نشتغل، دلوقتي بقى من حق الجامعه ان هي تنشئ شركات. فده كويس يعني، وده طبعا بالتعاون مع اجهزه الدوله المختلفه. كويس قوي. فهوفلي دي باذن الله دي تبقى حاجه خطوه ممتازه عشان جميع فرق السباقات المختلفه، سواء اللي موجوده في السيارات او اللي عندنا موجوده في الزراعه او لسه برضو لسه واخدنا كمان في ازاي ان احنا نقدر ننتج الطاقه النظيفه يعني، سواء عن طريق الشمس او الرياح، كل دي دول كلهم شباب شاركوا في مسابقات كتيره. محتاجين بصراحة أترجم بقى ده صحيح إلى محتاجين شركات. محتاجين النتيجة بقى بالظبط كده، النتيجة يعني أتمنى. فإن شاء الله دوركم كإعلام بإذن الله دور القطاع الخاص ونقدر نحط إيدينا في إيدين بعض بحيث أن احنا نشوف العجز اللي موجود ونطلع حاجات عشان الشباب الممتازين دول. نشوف بيهم إن شاء الله مصر أحلى. أنا بشكركم جدا. بشكركم جدا. بشكر الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والتدريب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وبشكر طبعا المهندس يعني الشاب أحمد مختار طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يعني وطبعا كان ليدر أو المدرب للفريق اللي حصلوا على المركز الأول في تصنيع سيارة السباق. يعني أنا بشكركم جدا وأتمنى يعني إن احنا يكون في بينا لقاء تاني ونشوف ابتكارات تانية ونحاول كل فترة كده ندعم قدر إمكاننا كإعلام، وإن شاء الله أكيد هنوصل لنتيجة مرضية لينا ونشوف حاجات فعلا صنع في مصر. أشكركم جدا. بإذن الله. شكرا جدا لحضرتك. احنا بعد هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا، كنت قلت لكم ان احنا معانا النهارده حاجه بتهم المصريين. طبعا اثير في الفتره الاخيره دي اللي متابع يعني تابوت الاسكندريه واللغط، وزي ما كنت بتكلم برضو مبارح في ان حتى مش في السوشيال ميديا هنا في مصر بس، ولكن السوشيال ميديا العالمية كانت بتتكلم عن تابوت الاسكندرية وازاي ان هو لو تم فتحه هيرجع العالم كله او البشرية كلها لألف سنة لورا، وان ده هيكون لعنة الفراعنة. هل فيه فعلا يعني ما يسمى بلعنة الفراعنة؟ لو احنا هنتكلم عن الفراعنة وهنتكلم عن أجدادنا، ازاي ممكن يعني زي ما كنا عملنا حلقة قبل كده مع ضيف اللي هيشرفني بعد الفاصل الأستاذ باسم الشماع عالم المصريات والآثار، كنا اتكلمنا ازاي وشفنا ان كان أول مهندس بقى عشان برضو شبابنا يسمعوا، كان أول مهندس في التاريخ على وجه الأرض كان مصري، كان أول مهندس كان من المصريين القدماء، وازاي احنا فعلا كنا أول من عملنا العلوم والهندسة وكذا وكذا، وإزاي المصري القديم كان هو عايش عيشة الرقي، وكان شفنا قد إيه إن أنت ممكن تاخد من وتنهل من يعني من أجدادنا المصريين، ونحاول إن احنا نعيد قيم كبيرة جدا. عندنا يعني حاجات كتير عايزين نتكلم فيها النهارده، أيضا تهريب ويعني إزاي ممكن يبقى في حد من تهريب الآثار، وهل الآثار اللي بيتم عرضها في المعارض الخارجية فعلا بيتم مش عايزة أقول استحواذ ولكنها ما بترجعش، يعني الآثار دي بتبقى موجودة في المعارض ممكن بيتم سرقتها برضو أيضا وبيتم التعامل معها بشكل غير جاد، فبالتالي في عندنا آثار كتيرة برضو فقدت بهذه الطريقة، في آثار بدأت ترجع بشكل أو بآخر، وخلال أيام في آثار تانية ترجع من إسرائيل ومن دول تانية وفرنسا. عندنا موضوع كبير قوي عايزين نتكلم فيه عن الآثار المصرية، وإزاي إن إحنا يعني قدر الإمكان إن إحنا نحتفي ونفتخر بوجودنا كمصريين، يمكن نقدر نعيد أمجاد لينا ونقدر نرجع قيم وعادات محتاجين إن إحنا نرجعها في الوقت الحالي، ومحتاجين إن إحنا نشوف مصر أحلى بمصر القديمة. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا.